من السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيّن لنا قصص مجموعة من الأنبياء ومجموعة من الأشقياء أيضا، قصص آدم عليه الصلاة والسلام وإبراهيم وموسى وعيسى والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك في المقابل ذكر لنا قصة قابيل، قصة فرعون، قصة المشركين، قصص الأقوام الذين لم يتبعوا رسالات الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ هل كان الذكر لمجرد سرد قصة؟ لا، الهدف أكبر من هذا الشيء الذي قد يتصوره البعض. الهدف ذكره القرآن الكريم: لقد كان في قصصهم عبرة. للاعتبار ذكرت، لم تذكر قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في سورة كاملة من القرآن للقصة فقط، وإنما ذكرت للاعتبار. فالله سبحانه وتعالى ذكر قصة بلعم ابن باعورة في القرآن الكريم. هذا الرجل كان من العباد، من الزهاد في بني إسرائيل، ولكثرة عبادته وزهده وورعه أعطاه الله الاسم الأعظم، الاسم الأعظم، اسم اختص الله سبحانه وتعالى علمه ببعض خلقه الأنبياء الأئمة وبعض الخلق. هذا الرجل وصل إلى مرحلة بحيث أنه أعطي الاسم الأعظم، لكنه انحرف حينما جاء موسى عليه الصلاة والسلام وجيشه إلى مدينة هذا الرجل. جاءوه المشركون وطلبوا منه أن يدعو الله بالاسم الأعظم الذي إذا دعي بهذا الاسم على أي شيء الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء، لكي يبعد موسى وجيشه من هذه المدينة. فذهب إلى الجبل وصعد على قمة الجبل ليدعو الله ضد موسى، فأنساه الله الاسم الأعظم ولعنه، ونزلت فيه هذه الآية الشريفة:
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها لكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الله ذكر هذه القصة، هذا الحبر والعالم من علماء بني إسرائيل، لأنه انسلخ من آيات الله. الله تفضل عليه لكنه انسلخ من هذه الآية واتبع هواه، فصار مثله كمثل الكلب بنص الآية الشريفة. لم تذكر قصته مجرد قصة، لكن ذكرت لأجل الاعتبار. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا من جانب، ومن جانب آخر الأنبياء الصلحاء المذكورين في القرآن الكريم إنما ذكروا للاعتبار، لكي نعتبر بهم ونتبعهم. لأن الإنسان إذا سمع بأن هذا العمل نتيجته سيئة قد لا يكون له محفز نفسي لترك ذلك العمل، لكن إذا رأى مصير شخص أو سمع بمصير شخص كان يفعل ذلك الفعل المصير السيء الأسود فإنه يرتدع. لأن الإنسان لا يرتدع بعقله فقط، وإنما العقل والعاطفة ومجموعة من الأمور تسبب ارتداع الإنسان من شيء أو ارتكاب الإنسان لذلك الشيء. فالله سبحانه وتعالى ذكر مثال من هذا الطرف وأمثلة من هذا الطرف وقصص من ذلك الطرف الثاني لكي نعتبر بهم، لكي نتبع الأنبياء وأتباعهم، ولا نتخذ الطريق الذي يؤدينا إلى نار جهنم. فذكر العاقبة، الله سبحانه وتعالى عاقبة هؤلاء المؤمنين في الدنيا والآخرة، وعاقبة أولئك الكافرين في الدنيا والآخرة أيضا. وفي نفس الوقت الذي الله سبحانه وتعالى بيّن لنا هذه الأمثلة، حاول أن نعيش الأفكار الحقة وأن نبتعد عن الأفكار الباطلة في واقعنا. لأنه كثير من الأحيان الإنسان إذا عاش حدثا معينا فإنه يتفاعل مع ذلك الحدث، سواء كان واقع صحيح أو واقع باطل. إذا الإنسان عاش الحدث، عاش القضية، فهذه القضية تؤثر في نفسه. مثلا الله سبحانه وتعالى أمرنا بلعن الكافرين، بلعن الذين يغيرون حكم الله سبحانه وتعالى، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وفي آية أخرى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وفي آية أخرى أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لماذا الله يأمرنا بلعن هؤلاء؟ لأن إذا لعناهم مرة، مرتين، ثلاث مرات، أربع مرات، آلاف المرات، نتفاعل مع اللعنة فنحاول الابتعاد عنهم. طبعا لا يخفى أن اللعن غير السب، السب ليس محببا في الإسلام. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. والإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول إني أكره لكم أن تكونوا سبابين. السب ليس جيدا، وفي كثير من الأحيان محرم، ولو أن كثير من الناس يستصغرون هذا الأمر ولسانهم دائما يلهج بالسب، مع أن هذا مبغوض. وكثير من الأحيان
السب في ألسان في ألسنة الناس فيه قذف، فيه تهمة، ولو أن الإنسان بشكل مزاح قد يبين هذا الأمر، لكنه محرم، وكثير من الأحيان من أشد المحرمات. فينبغي على الإنسان أن يعصم لسانه من السب. اللعن غير السب، لأن اللعن دعاء، الدعاء قسمان، دعاء له ودعاء عليه. الدعاء له يعني نحن نترحم على شخص، نقول رحمه الله، هذا الدعاء للشخص. مرة الدعاء عليه، نقول لعنه الله. ما هو اللعن؟ اللعن الدعاء بإبعاد الرحمة عنه، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبعده من رحمته. لهذا اللعن، لعن الكفار، لعن الكثير من الأشخاص الذين يغيرون حكم الله مطلوب. الله يقول العنوهم. لماذا هذا اللعن؟ تطلب من الله أن يبعده من الرحمة. تقرأ زيارة عاشوراء وتلعن بعض قتلة الحسين، بل كل قتلة الحسين عليهم الصلاة والسلام 100 مرة. لماذا هذا اللعن؟ لكي تعيش مع هذه اللعنة، بمعنى أنك تبتعد عن أسباب هذه اللعنة. ترى اللعن لهؤلاء وسوء عاقبتهم فتلعنهم وتبتعد عن هذا الفعل. وفي نفس وفي المقابل الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نترحم على الصالحين، أن نطلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى على الرسول وعلى أهل بيت الرسول، الصلاة على الرسول. بأي معنى؟ نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بأي معنى؟ الصلاة طلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى على الرسول وآله. فنصلي على الرسول لماذا؟ لكي دائما نكون مع الرسول، نطلب الرحمة للرسول، هذا دعاء. لماذا؟ لكي دائما نكون مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة على الرسول واجبة في الصلوات الخمس في التشهد، وفي سائر المواقع مستحبة. دائما الإنسان يصلي على الرسول وآله دائما، هذا مستحب. لماذا مستحب هذا؟ لكي أي حينما تذكر الرسول دائما، هذا يحبب الرسول لك أكثر، يسبب أن نتبع الرسول في أعمالنا. فالله سبحانه وتعالى حينما يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، الصلاة من الله بمعنى إنزال الرحمة، الله ينزل الرحمة على الرسول، ولكن الملائكة والناس يطلبون الرحمة للرسول وآله من الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حينما تذكر الرسول دائما يرغبك في اتباع الرسول. الله سبحانه وتعالى كل واجب من الواجبات جعل له مرغبات، وكل محرم من المحرمات جعل عنه منفرات مبعدات. مثلا صلاة الجماعة، الصلاة واجبة، لكن صلاة الإنسان فردا كثير من الأحيان لا تشوق الإنسان على الصلاة، بكسل يذهب إلى الصلاة، كثير من الأحيان لا يدرك ما يقول. فالله سبحانه وتعالى جعل مشوقا للصلاة، صلاة الجماعة تشوق الإنسان على الاستمرار في الصلاة، لأن الإنسان عندما يرى الجميع في حالة واحدة هو أيضا يرغب في تلك الحالة. لهذا صوم شهر رمضان أسهل من صوم غير شهر رمضان. لماذا؟ لأن الإنسان حينما يرى الكل صائمين يتشوق إلى الصوم، لكن إذا هو وحده صائم لعله يكون فيه صعوبة عليه. صلاة الجماعة مرغب للإنسان إلى الاستمرار في الصلاة، إضافة إلى الأجر الأخروي الموجود في الواجبات
والعقاب الأخروي الموجود في المحرمات، الله سبحانه وتعالى لكل عمل من الأعمال جعل مرغبات إذا كان من أعمال الخير، وجعل منفرات إذا كان من أعمال الشر. مثلا كمثال، الإنسان الفاسق لا تقبل شهادته، يشترط في الشاهد أن يكون عادلا. لعل إنسان يرتكب محرما صغيرا من المحرمات، هذا الإنسان يمكن أن يكون صادق اللهجة. بعض الأحيان الإنسان يثق برجل فاسق أو برجل كافر أكثر مما يثق برجل ظاهر الإسلام. لماذا؟ لأسباب متعددة. لعل هذا الإنسان يكون ثقة، إذا قال لك كلاما أنت تثق بكلامه 100%، لكن لأنه فاسق ترد شهادته. نسأل الشارع، لماذا هذا الرجل الصادق اللهجة الموثوق به من حيث لسانه إذا شهد شهادة في المحكمة على أن هذا الشيء لزيد أو لعمر أو أن هذه المعاملة كذا ترد شهادته؟ لماذا؟ وذاك الرجل الملتزم تقبل شهادته. لعلنا نثق بهذا الرجل الفاسق أكثر من ذلك الرجل المؤمن. لماذا هذا الرجل الفاسق ترد شهادته وذلك الرجل المؤمن تقبل شهادته؟ لعله الشارع أراد أن يبعد الناس من الفسق. الإنسان الفاسق الذي يرتكب ولو محرما صغيرا، هذا الشخص لا تقبل شهادته، لا يمكن أن يكون إمام الجماعة، لا يمكن أن يكون كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، فتصير محاصرة اجتماعية على هذا الشخص يرتدع من الفسق إذا علم بأنه ترد شهادته. وفي موارد متعددة فسقه يؤثر يرتدع من الفسق. فالله سبحانه وتعالى جعل للإيمان مرغبات وللفسق منفرات. فلهذا حينما بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أرادنا أن نتبع الرسول، نأخذ بتعاليم الرسول لسعادتنا أنفسنا، جعل مرغبات. حينما ذكر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام مطلوب من عندنا، الاحتفال بمواليدهم مطلوب من عندنا، العزاء في مصائبهم مطلوب من عندنا، كما يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. لماذا؟ لأن الإنسان إذا اشترك في الاحتفالات، إذا أقام الاحتفالات هو، إذا اشترك في العزاء وأقام العزاء هو، هذا تحصل له رغبة في اتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. إذا سألتم كثيرا من الناس لماذا أنت متدين، لماذا بعيد عن كثير من المسائل خلاف الشر، يقول: تربيت في مجالس الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، في المجالس الدينية، في المساجد، في الحسينيات، في هذه الأماكن. اشترك مرة، مرتين، ثلاث مرات، وهكذا أثر في نفسه. فلهذا ينبغي علينا أن نهتم بهذه الأمور، لا نستصغرها. استصغار هذه الأمور إضافة إلى أنه في بعض الموارد خلاف الشرع يبعدنا عن الإسلام وعن الله وعن السعادة الأبدية. فالصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مطلوبة من عندنا دائما وفي كل حال، لكي نتفاعل مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونتبعه. يقال إن عبد الله بن الزبير كان يبغض أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. في صلاته في التشهد بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لم يكن يصلي على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قيل له: لماذا؟ قال: لأن له قوم سوء إذا صليت عليه اشرأبت أعناقهم. هذا محمد من جماعتنا من أقربانا، فأني ما أذكره بغضا لآله. هذا الرجل عاش في بغض أهل البيت، لكن
وكذلك حاول أن لا يذكر اسم الرسول على لسانه لكي لا يصلي عليه حتى يفرح جماعته. هذه الأمور وأمثالها من الأمور بعدته عن الله سبحانه وتعالى، بعدته عن اتباع قيم الإسلام. أراد قتل الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام لولا أن المختار أرسل جيشا فنجى الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام. فأولا القول في هذه الآية، ثانيا العمل، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني القول ينبغي أن يكون مع العمل. التسليم ذكرنا في قبل جمعتين حول التسليم بكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الصلاة لفظ والتسليم عمل. كان أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يسمى ذو الشهادتين، خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين. لماذا سمي ذو الشهادتين؟ لأنه في يوم من الأيام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اشترى بعيرا، الرسول اشترى بعير وسلم الثمن لصاحب البعير في المدينة المنورة. هذا الشخص بائع البعير أنكر قبض الثمن، قال إني لم أقبض الثمن، لازم نروح يم القاضي. فصار خلاف بينه وبين الرسول حول دفع الثمن، فتحاكم قبلوا أنه أي واحد يجي يجعلوه قاضي. فجاء أحد الأصحاب جعلوه قاضي، ذاك قال حسب القاعدة البينة على المدعي، الرسول يدعي بأنه دفع المبلغ لازم يجيب بينة، ماكو بينة. ترى تحاكم إلى شخص ثاني أيضا قال نفس الكلام، البينة على المدعي، الشاهد منه؟ ماكو شاهد. إلى أن جاء هذا خزيمة بن ثابت، البينة على المدعي، زين من الشاهد؟ قال أنا أشهد يا رسول الله، أنا شاهد. قال له الرسول إنك لم تشهد، ما شفت أنت إني اشتريت منه هذه البدنة، هذا البعير ودفعت له الثمن. قال يا رسول الله صدقناك في الله وفي الرسالة وأخبرتنا عن الغيبيات، صدقناك على بعير من صدقك؟ طبعا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يمكن له أن يتغاضى عن مبلغه، لكن تكذيبه في هذا المورد، إذا هذا الرجل كان يكذب الرسول في هذا المورد والحق لا يكون مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كثير من الناس قد كانوا يشكون، يقولون الرسول في هذا المورد لعله والعياذ بالله كذب، فكيف أكو احتمال أنه يكذب في الأمور الأخرى كما اتهمه اليهود والنصارى بأنه يكذب على الله والعياذ بالله. فالرسول أصر في هذا الأمر لكي لا يتهم بأنه كان يكذب والعياذ بالله. فخزيمة أو خزيمة ابن ثابت جاء وشهد للرسول، قال إنا شهدنا بأنك رسول الله، شهدنا بالله، قبلنا كلامك في كل شيء، لا نقبل كلامك في بعير. فبأمر من الله سبحانه وتعالى جعلت شهادته شهادتين، فخزيمة بن ثابت كان يسمى ذو الشهادتين، هذا حكم استثنائي من الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى هذا الشخص ذو الشهادتين. يعني إذا في محكمة إجا يحتاج إلى شاهدين، هذا إذا كان يجي وحده شهادته كانت تعادل بشهادتين، هذا كان مسلم أمر للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قول شهادة وعمل. وهذا الرجل خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين كان من أصحاب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، واستشهد في صفين، الآن قبره موجود في الرقة، وكل واحد إذا تمكن للذهاب إلى الرقة لزيارة هذا الرجل وزيارة عمار وسائر شهداء صفين فإن لهم حقا كبيرا علينا. استشهد في صفين، وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في خطبة له حينما يذكر أصحابه يخص بالذكر منهم ثلاثة،
يقول في خطبة مفصلة بعد واقعة صفين: أين أصحابي الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق؟ أين عمار؟ وأين ابن التيهان؟ وأين ذو الشهادتين؟ بس دول الثلاثة كانوا من يعني جميع أصحاب الإمام الذي استشهدوا في صفين كانوا من الأعاظم، بس هؤلاء الثلاثة من أعظم الأعاظم. وبكى الإمام عليه الصلاة والسلام عليهم في هذه الخطبة، لأن الراوي يقول: ثم أخذ بلحيته الشريفة الكريمة بيده وأطال في البكاء على هؤلاء. فهؤلاء هذا الرجل خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين كان مسلم أمره للرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها